اهلا البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة مولات الدار. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي مختلف، غادي نجاوبكم على بزاف ديال الاسئله اللي كلنا كنتسائلوا عليهم وكلنا شفنا مؤخرا ولات هاد القضيه ديال لي جيفوي بزاف بالنسبه لليوتيوب او بالنسبه للانستغرام، ولينا كنشوفوها بزاف. جيت باش نجاوبكم على بزاف الاسئله اللي كيدوروا لكم في راسكم. اول حاجه، علاش كيداروا هاد لي جيفوي؟ شنو هو الربح ديال مول جيفوي باش يلوح داك الجيفوي؟ واش دوك الارباح كيكونوا بصح او لا؟ لا شنو غادي نستافد انا شخصيا الا شاركت في داك الجيفوي؟ شنو غادي يكون الربح ديالي؟ غنجاوبكم على كاع هاد الاسئله ان شاء الله في هاد لا فيديو. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه على هاد جميع التساؤلات ديالكم، ما عليكم الا تكملوا لا فيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. اول حاجه او اول سؤال هو كيفاش غادي نشارك انا في هذا الجيفوي؟ بالنسبه ليا كمشتركه كيفاش غادي ندخل في هذا الجيفوي ونشارك فيه باش نربح حتى انا ديك القسيمه الماليه او هذاك الربح اللي دايرين؟ اول حاجه كندخل لاشين اللي حاط مول الجيفوي، مثلا هي هذه لاشين اللي حاط مول الجيفوي. كندخل الشانيل هنايا، كنلقى بزاف ديال لي كونط اللي هو داير ليهم ابوني في القناه ديالو، كيخصني حتى انا ندير ليهم ابوني كاملين، يعني واحد 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 حتى كندوزهم كاملين 20 قناه او 30 قناه، كل واحد وشحال القنوات اللي كيكون داير. وتاني خطوه هي انه كيكون حاط واحد البوست، يعني واحد تصويره او اي حاجه، كيخصني ندير فيها كومونتير ونطاقي فيها أربعة او خمسة ديال صحابي على حسب كل واحد وشحال كيطلب، واش أربعة او لا خمسة ديال الصحاب. وكتبقى يعني هذيك كتبقى ديك البوست كيبقى من واحد لواحد وكل واحد كيشارك وكيطاقي صحابه. والثاني سؤال اللي هو علاش شنو هو الربح ديال مول هاد الجيفوي اللي حاط هاد الجيفوي، وعلاش هو حاط هاد الجيفوي، يعني شنو غادي يربح منه؟ كيف ما كنشوفو ملي كندخلو مثلا شانيل كنلقاو 20 واحد 20 قناة، يعني جميع هاد القنوات اللي كيكونوا هنايا داير ليهم هو ابوني كيكونوا قنوات صغار، يعني الا جينا نحققوا فيهم مزيان كنلقاوهم قنوات صغار، يعني باقي ما عندهمش لي زابوني بزاف، وهما كيهضروا مع هذاك الشخص اللي حاط جيفوي، يعني كيكون داير واحد البوست كيهضروا معاه كيقولوا ليه بغينا نطلعوا القناه ديالنا، بغينا الكونت ديالنا يعني يكونوا فيه لي زابوني بزاف. كيطلب منهم واحد المبلغ مالي اللي هو تقريبا 2500 درهم، كيكونوا مبالغ كبار بالنسبه لهاد لي جيفوي. كيطلب منهم واحد المبلغ ديال 2500 درهم كيخلصوها وكيدخلوا هنايا مع هادو اللي في الشان. يعني كيف قلت لكم كيكون على الاقل 20 ديال الناس اللي طالبين من هاد السيد باش يطلعوا الكونت ديالهم ويحطهم في شانيل. كيف قلت لكم كيخلصوا 2500 درهم، يعني الا جينا نحسبوها 2500 درهم الا ضربناها غير في 20 شخص اللي دوا مع السيد وبغى يكبر القناه ديالو، كنلقاو 5 المليون هو الربح ديالو من هاد الجيفوي. ندوزو للسؤال الثالث، ندوزو للسؤال الاخر اللي هو واش بصح كيكونوا دوك الارباح اللي محطوطين في الجيفوي؟ يعني بالنسبه اللي داير ايفون او لا قسائم شراء او لا فلوس، واش بصح كيكونوا دوك الارباح؟ هما بعض المرات كيكونوا بصح، بعض المرات كيكونوا كتوب، ولكن غالبا كتكون بصح. ولكن كيف قلت لكم الا جينا نحسبوها 2500 درهم الواحد نضربوها في 20 كونط هي 5 المليون، يعني الا ربحك انت ولا انت 1000 درهم او 2000 درهم فجاتو هو، يعني كتكون واحد الحاجه قليله بزاف مقارنه مع الربح ديالو هو. وكيف ما كنعرفوا جميع ما كيكونش غير مره واحده، كيكون كل اسبوع جيفوي، يعني غالبا كيكون كل اسبوع او كل اسبوعين كيحط داك السيد جيفوي، يعني في اسبوع واحد ممكن يربح حتى 5 المليون.
ندوزو لاخر سؤال واللي هو السؤال المهم. انني انا كمنخرطه او انا عندي قناه صغيره، الا انني خلصت داك السيد بواحد 2500 درهم باش يحط لي القناه ديالي ضمن القنوات اللي داخلين في داك الجيفوي، شنو غادي نربح؟ واش غادي تكبر لي القناه او لا؟ اول حاجه هي فعلا كتكبر لك القناه، يعني الناس ملي كيدخلوا يشاركوا بداك الجيفوي كيديروا لك ابوني، يعني كتلقى عندك كدوز ديك السيمانه ديال الجيفوي كتلقى عندك وصلوا لواحد 20000 مشترك، 20000 مشترك او اكثر من 20000 مشترك. ولكن اغلبيه الى جيتي تلاحظ كتلقى من بعد 3 او 4 ايام او لا اسبوع على الاكثر كيمشيو لك دوك المشتركين كاملين او النصف ديالهم، او حتى الا ما مشاوش لك داك المشتركين كتلاحظ انك الا حطيتي شي فيديو او اي حاجه حطيتي في القناه ديالك ما كيكونش تفاعل نهائيا، حيت كاع دوك الناس اللي داروا لك ابوني ما كيكونوش داخلين حيت هما عاجبهم المحتوى اللي انت كتحط في القناه، هما داخلين على اساس داك الجيفوي صافي. يعني كتلوح شي فيديو واخا كيكون عندك 20000 مشترك في القناة كتلقى ما عندكش لي فيو، ما عندكش لا لي كومونتير لا حتى حاجة، يعني حتى واحد ما كيتفاعل لك مع داكشي اللي كتحط او مع الفيديوهات اللي انت كتحط في القناة ديالك. كانوا هادو هما الأسئلة اللي جاوبت لك اللي جاوبت لكم عليهم في هاد لا فيديو على هاد لي جيفوي اللي ولينا كنشوفوهم بزاف. كنتمنى نكون فدتكم بهاد الأجوبة اللي جبت لكم اليوم، واللي عجبو المحتوى ديال القناة كنتمنى يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وما تنساوش تدعموني بلي جيم ولي كومونتير.